مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم إلى فقرة نقاش غرفة الأخبار. أين وبما أننا في فترة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، سنقف عند شروع أعوان الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة عبر كامل مديريات التجارة وترقية الصادرات عبر هذا أو عبر ولايات الوطن في عمليات مراقبة مراكز الإطعام الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا لتفادي أي خطر غذائي وتسممات. أيضا للحديث أكثر حول هذه المبادرة وهذه الحملة، أسعد باستضافة يونس بالقاسم، مدير مراقبة الممارسة التجارية والمضادة للمنافسة بالنيابة. أهلا بك سيدي، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سيدي على تلبية الدعوة. بداية خلينا نتكلم عن المبادرة، تعد هي الأولى من نوعها. خلينا نتكلم عن الالتفاتة الخاصة من وزارة التجارة بهذا الشأن. يعني أكيد بالنسبة لشهادة البكالوريا أو نعم، مراقبة مراكز الامتحانات، على كل حال قبل ذلك توجه يعني لكل أبنائنا وبناتنا الذين يحتاجون لشهادة امتحان شهادة البكالوريا. نعم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه الشهادة. إن شاء الله. بالنسبة لمراقبة مراكز الإطعام الخاصة بامتحان نعم. شهادة البكالوريا، هنا بالفعل مصالحنا شرعت ابتداء من يوم الأول، يعني من يوم الأحد الماضي، في مراقبة جميع مراكز الإطعام الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا يعني نعم. على المستوى الوطني. حيث كيف شملت هذه الرقابة؟ أولا المواد الأولية لتحضير الوجبات ومدى احترام التدابير الوقائية أو شروط النظافة، كذلك شروط حفظها وتخزينها، وذلك الهدف من ذلك هو تفادي أي خطر غذائي أو تسمم غذائي. هذا نعم. بصفة عامة. نعم، خلينا ربما نشير، أنت تكلمت وقلت أنا أنه هي المبادرة أولى من نوعها. هنا خلينا نقف ربما عند ثقة وزارة التجارة مثل هذه الخدمات. ما مدى ثقة وزارة التجارة لأنها حتى أنه وصلت هذه الرقابة؟ يعني كنا نشوف مكافحة الغش، يعني المضاربة غير المشروعة، اليوم وصلت حتى يعني المطاعم والإطعام ومراكز الإطعام. ربما ما مدى ثقة وزارة التجارة بمثل هذه الخدمات؟ أكيد هنا ليس الثقة، هذه نعم. من المهام الرسمية لأعوان الرقابة نعم. على المستوى الوطني. هذه ليست مبادرة، ولكن في السنوات الماضية كانت هناك يعني رقابة دائمة، سواء في أبعد نروح لك أبعد من ذلك نعم. هناك عملية الانتخابات مثلا، كنا نراقبوا عملية الإطعام للأخر المؤطرين للانتخابات نعم. في الأخر، كذلك مراكز الامتحانات. يعني الأعوان تاعنا متواجدين على مستوى جميع القطاعات، يعني نعم. عندنا 7 قطاعات، الخدمات، عندنا الإنتاج، عندنا جميع القطاعات يعني متواجدين يراقبوا في كل جميع قطاع. يعني كاين أعوان رقابة؟ أكيد أكيد أكيد، يعني بالرغم من نقص الأعوان ولكن هم متواجدين على مستوى جميع القطاعات على المستوى الوطني لمراقبة جميع الأنشطة التجارية الممارسة من طرف التجار. نعم، هذا ربما بصفة عامة. نذكر ونشير لأهمية هذه المراقبة، أيضا أهمية مراقبة ومراقبة ويعني مطابقة المعايير لهذه المواد، مثل ما ذكرت المواد الأولية الغذائية، حتى التخزين أيضا لها أهمية كبيرة. أكيد هنا يعني أي منتوج يطرح في السوق هناك تكون رقابة ذاتية، نعم. يعني سواء من طرف المنتج في على مستوى المصنع نتاعو، كنا هناك رقابة ذاتية او ما يسمى باللغة الفرنسية اوتو كونترول، نعم. يعني هذا يكون رقابة. اما بالنسبة للمنتوجات المستوردة هناك رقابة على مستوى الموانئ او المحافظ الحدودية، تكون هناك رقابة اسكو يعني هل هذا المنتوج مطابق للمعايير المعمول به او غير مطابق. اذا كان غير مطابق هناك عملية اخرى تتخذ اجراءات اخرى في هذا الشأن، سواء بالحجز او اعادة مطابقة هذا المنتوج. يعني في هذه المبادرة هل تم تسجيل حالات يعني مخالفة للمعايير ايضا؟ اكيد هناك ما بعض المنتوجات التي لا تستوفي شروط مثلا المطابقة. وما هي الشروط الأساسية؟ اكيد هي شروط بين يعني يكون المطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها. نعم. اذا كانت غير مطابقة ممكن تروح الحجز أو التالف مباشرة. حتى أنه شاهدنا مثل ما نشاهد يعني في الصور، في حتى أنه يكتبوا ملاحظات في استعمال الشمع الأحمر أيضا، يعني هذه الإجراءات. إجراءات هذيك أخرى ممكن هذيك بالنسبة كاين جانب ممارسة تجارية المتعلق بمراقبة الممارسة التجارية، وجانب
المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش. يعني التشميع هذا يشمل الجانبين الاثنين، ممكن إنسان متاجر مخالف القواعد المطبقة على الممارسة التجارية، مثلا ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع سجل تجاري، هذا يتطلب له الغلق الإداري. يعني كل حالة وحالتها الخاصة. في رأيك سيدي، هل يعني الرقابة أصبحت يعني موسمية؟ نشهدها غير ربما في المناسبات، في ربما في الأعياد، في المناسبات مثل هذا الحدث التربوي الهام أيضا. يعني هل يمكن القول أنها أصبحت هذه الرقابة هي موسمية أو يعني طول السنة؟ غير صحيح. معلومة غير صحيح. نعم، الرقم متواجدين على جميع يعني طول السنة 12 شهر. احنا اللي عندنا مدة عامين زيد صدرنا تعليمه في هذا الاخر في هذا الخصوص، ان يعني الاعوان تاعنا يعني يكثفوا الرقابه خاصه في العطله الاسبوعيه. احنا نعرفوا باللي كاين تجار يغتنموا فرص العطله الاسبوعيه لغياب اعوان تجاره من اجل تسويق جميع المنتوجات خاصه غير مطابقه. حنايا عندك ما انتبهنا للامر ودرنا الاخر تعليمه، يعني دوريات يعني تقدر تقول راهي 7 ايام على 7 ايام. نعم، الحمد لله كاين نتائج على كل حال من موسى اللي يردع هذو المخالفين. ربما هل يتم تعميم هذا الامر الرقابه يعني في المدارس ايضا؟ يعني ربما السنه المقبله بحول الله يتم تعميمها يعني في المطاعم المؤسسات التربويه ايضا. اكيد هناك حنايا نسمع بالنسبه لنا هذوك في البرمجه نتاع الرقابه نتاع يشاهد الوالي هو اللي يروح يزور ايضا المؤسسه هناك التربويه. لا هناك احنا برمجه جمع القطاعات للرقابه. نعم، يعني المطاعم المدرسيه والمطاعم الجامعيه هناك رقابه مستمره ودوريه، يعني ماشي كل يوم من يكون الاعوان تاعنا، مي دوريا يكونوا يعني تكون الرقابه على مستوى هذه المطاعم من اجل يعني مراقبه مطابقه هذه المنتوجات، كيفيه تحضيرها، المواد الاوليه سكون راهي مطابقه او غير مطابقه، وكذلك يعني وكما يقولوا يتم يعني توجيه ملاحظات للمسؤولين هذو من اجل يعني رفع التحفظات في حال تسجيل مخالفه. نعم، ايضا في الفتره هذه فتره الامتحانات سيدي، فتره امتحان شهاده البكالوريا، شهدنا كثير من المبادرات الخيريه، سواء المطاعم فتحوا محلاتهم يعني ومطاعمهم للممتحنين، كما يعني كاين جمعيات. هل الرقابه مست ايضا؟ اكيد. هل هذا اكيد اكيد يعني احنا كل ما يمس يعني صحه المستهلك يعني يخضع الرقابة، سواء تلميذ سواء طالب سواء يعني مواطن عادي ولا يعني اي مواطن على كل حال. نعم، يعني تكون الرقابة يعني على مستوى جميع المنتوج المعروض في السوق او الموجه يعني للاستهلاك للمواطن. اكيد. نعم، خلينا نتكلم ربما ونشير العقوبة او الجزاء المسلط على كل متلاعب بالصحة العمومية ويعني المخالف. يعني كل مخالفه والعقوبه نتاعها، يعني ممكن حتى تروح للسجن. يعني كل حال كاين مخالفات اللي تروح للسجن تمس يعني بصحه المستهلك، او في حاله ما اذا حدود حدث تسمم غذائي نتج عنه وفاه مثلا، يعني هذاك اللي مرتكب اذا قدر الله على كل حال ان شاء الله ما يكونش ما يصراوش يعني تسممات غذائيه تؤدي الى الوفاه، في حاله يعني تسجيل وفاه ولا يعني ممكن يعني الانسان اللي ارتكب ولا تسوق هذاك المنتوج ما ادى الى يعني الوفاه يعني ممكن السجن، يعني الاخر العقوبه نتاعو السجن. ربما لو نتكلموا عن الحصيله المسجله يعني حالات التسممات الغذائيه، بما انه نتكلموا عن التسممات الغذائيه خاصه في فصل الصيف وهذا يعني المده هذه الفتره من السنه. يعني عند بخصوص حصيله التسممات الغذائيه المسجله خلال الاربع اشهر الماضيه، يعني سجلنا 118 حاله تسمم. هذه 118 حاله تسمم يعني مست اكثر من 2109 شخص. هذه الاخرى التسممات المصدر تاعها كانت هناك يعني على مستوى المطاعم المدرسيه. نعم، على مستوى كان هناك منتوجات معرضه للبيع، مطاعم شركات وقاعده الحياه لي باس دو في، كذلك عندنا وجبات، كاين ناس يعني وجبات منزليه شراو يعني الاخر منتوج يعني كما يقولوا فاسد واستعملوه في المنزل وحد التسمم، يعني هذه من باب كذلك الاسباب. كان هناك مطاعم ومحلات الاكل السريع. نعم، المطاعم الجامعيه كان هناك ثاني يعني اشخاص يعني اصيبوا بالتسمم لم يتم تحديد مصدر هذه التسممات. نعم، هنا ربما اشوف وكذلك اضيف معلومه، يعني الحالات التسمم المسجله خلال اربعه اشهر هذه بالتنسيق، يعني الرقم هذا او العد هذا كان بالتنسيق مع مصالح وزاره الداخليه وكذا وزاره الصحه.
وزارة الصحة يعني نقدموا على مستوى المستشفيات ولا يعني المراكز المستوصفات يعني باش نعرفوا الحالات تسمم يعني هذوك المصرح بهم فعلا. هنا ممكن كاين هناك يعني ما كانش الناس ما صرحش بالتسمم وكما يقولوا ياخذ دواء يعني يعني كما في المنزل وخلاص. انت تكلمت سيدي على المنتوجات المعروضه للبيع، هنا نشير ربما الاسواق العشوائيه اللي يديروا ربما عروض باسعار زهيده ربما لتسويق منتوجاتهم، هذا يسبب خطر التسمم ايضا مشاهدو كثير ربما في فتره الصيف. اكيد انت ذاك واش قلتي انه اسواق موازيه. نعم. يعني هذا اسواق موازيه يعني هناك مصالح يعني مختصه كذلك يعني بالاخص وزاره مصالح وزاره الداخليه مصالح الامن يعني هما كاين يعني عمل تشاركي معهم بالتنسيق معهم. نعم. يعني هذوك حنايا نراقبوا التجار الحاضرين المتحصنين على السجلات التجاريه. نعم. يعني هذاك راهو كما يقولوا فلان فورمال يعني في سوق موازيه. نعم. يعني ما عندناش حنايا الاخر كما يقولوا السلطه التعليم باش نراقبهم ولا الاخر يعني. نعم. بالتنسيق مع مصالح الامن يعني كان هناك عمل مشترك ونحاربوا الظاهره على كل حال. نعم. وهي كاينه هناك على مستوى البلديات كاينه لجنه ولا على مستوى كاينه لجنه. نعم. على مستوى تدرس هذه الاخر مكلفه بالنظر في الاسواق الموازيه من اجل خلق يعني فضاء تجاريه في اطار منظم لادخال كما يقولوا التجار الفوضويين الى هذه الاسواق. نعم. اخيرا يعني مبادره يعني مقبل يعني كاين هناك سجل تجاري متنقل يعني بدون يعني تقدرت بدون تقديم يعني ملف يعني ملف مباشره بروح تسهيلات يعني تسهيلات جمه من اجل الحصول على سجل تجاري. نعم. يعني خلينا نتكلموا ايضا ونشير لحصيله مكافحه المضاربه غير المشروعه، وهي يعني شغل كذلك لوزاره التجاره، وهذا الامر مهم كثير يعني المضاربه غير المشروعه مكافحتها. اكيد. نعم. يعني بالنسبه لقانون مكافحه المضاربه غير المشروعه الذي دخل حيز التنفيذ منذ 28 نعم. ديسمبر 2021. نعم. يعني سجلنا خلال 2022 اكثر من 271 جنحه على المستوى الوطني. يعني الحمد لله العام هذا يعني كان فيه توعيه، كاين الناس ولات يعني شافت بلي قانون المضاربه يعني يطبق بصرامه. يعني سجلنا يعني العدد يعني الحصيله يعني مقارنه يعني نقص يعني بالنسبه للسنه الماضيه يعني نقص خلاص يعني 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 رانا في تحسن على كل حال. يعني مثلا في سجلنا خلال 5 اشهر يعني 71 جنحه فقط الى حد 5 اشهر. خلال 5 اشهر 5 اشهر. نعم. بالنسبه للمنتوجات المحجوزه سيدي ايضا كذلك عندنا معطيات يعني حصيله للمنتوجات المحجوزه خلال المسجله خلال 5 اشهر. سجلنا أكثر من 130 ألف لتر من مادة زيت المائدة. نعم. كذلك سجلنا أكثر من 9000 طن من الحليب، كذلك السميد 162 طن من مادة السميد، الفارينة 213 طن، كذلك مادة السكر 37 طن. يعني هذه مواد تم حجزها عن طريق التكابل لمخالفة المضاربة غير المشروعة. كذلك هناك مواد أخرى متمثلة في الموز، التفاح، البصل، البطاطا ومواد اخرى كالعصائر، هذه يعني دخل يعني يرتكبوا يعني الناس هذو مخالفات بخصوص مضاربه غير مشروعه، يعني يضاربوا في المنتوجات هذه. كما يعني ذكرت انت يعني هي منتوجات اساسيه، مواد غذائيه اساسيه تم ضربها مثل الحليب، السميد، الزيت المائده. ربما كثير يتساءل يعني لما يتم حجزها ما هي الإجراءات المتخذة بعد الحجز؟ بالنسبة للمنتوجات المطابقة التي تم حجزها توجه إلى يعني المصالح ذات المنفعة العامة. نعم. مثل المستشفيات، دور الأخرى للطفولة المسعفة، كذلك يعني جميع يعني المرافق العمومية. نعم. يعني تتوجه لها. توجه يعني بالضرورة. نعم. أما في حال إذا كانت غير مطابقة يعني مباشرة تروح للتلف. نعم. يعني يتم حرقها ويردموها والأخرى. وبالنسبة ربما الإجراءات القضائية للشخص المضارب أيضا. خلينا ننور المشاهد أيضا ونوضح له يعني الإجراءات القضائية والعقوبة اللي تسلط على هذا المضارب اللي يعني حددتها وزارة التجارة أيضا. أكيد هذا كما تقول العقوبات يعني مذكورة في القانون. نعم. 21-15 المتعلق بقانون مكافحة المضاربة، يعني كاين غرامة مالية وكذلك الحبس، يعني الحبس حتى يكون سجل مؤبد في حالة يعني ارتكاب هذه المضاربة من خلال مجموعة إجرامية.
يعني كي تكون مجموعة من الأشخاص يعني يكونوا يعني أصبح يكونوا جماعة إجرامية هذيك يعني تروح المؤبد مباشرة. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ بلقاسم مدير يونس بلقاسم مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بالنيابة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. العفو شكرا بارك الله فيك. شكرا لك. إذن إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام الجزء الأول من نقاش فقرة الأخبار غرفة الأخبار. نلتقي بكم بعد هذا الفاصل في الجزء الثاني بحول الله.